بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات.
ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من طيبات. ورزقكم من طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي. فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرج
يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا صدق الله العظيم.